كان عم يشتغل حتى انه يشتري انديه بغير بلدان، يفتح اكاديميات. شفنا اكاديميته بابو ظبي، بالعاصمه ابو ظبي، بسيدني، بامريكا، يعني عم يشتغل على جميع الجبهات. فينا، ما بدي اروح احكي عن لايبزيغ بس يعني جاي دوره، بس فينا نشبه المشاريع ببعضها. لا، الفرق بين سيتي جروب، لمجموعه سيتي جروب، هي الملاعب اللي تفتح بمدن تجاريه اساسا، وبالتالي كل نادي استثمار بحد ذاته. لما نتكلم عن نيويورك سيتي هو استثمار بحد ذاته، سيصبح رابح. نتكلم عن مالبورن، هو استثمار. كل هذه الأندية أقيمت في مدن أصلا دول اقتصادية قوية، وبالتالي هي استثمار مستقل قد يخدم مثلا إذا وجدوا لاعب أسترالي مالبورن رائع عمره 20 سنة، سيتم شراءه من مالبورن ثم إعارته للسيتي. الآن المشروع الوحيد المرتبط بالسيتي بشكل مباشر هو جيرونا، الذي تم الآن بإسبانيا بدأ يتم الاستحواذ عليه. صحيح، لأنه هذا الذي سيستخدمه السيتي عندما يستخدم لاعب من أمريكا الجنوبية، لاعب من أفريقيا، يخافون عليه. تكلمنا قبل قليل أنه صعب جدا تخلي الشباب يلعبوا مباشرة من البريمير ليج، يرسلوا للدوري الإسباني.